السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من ايام شهر رمضان المعظم. اليوم هذا هو الشهيوات اللي غادي نوجدو، مالح وحوته في الفرن وتحليه بسيطه وصحيه في نفس الوقت. بغيتو تعرفوا كيفاش درنا لهم، بقاو معنا في الفيديو. المائده ديال الفطور ديالنا ان شاء الله، غير بين قوسين بغيت نشرح لكم واحد الحاجه. حنا عندنا المغرب كيبدا مع 9:20، دونك المائده ديالنا كتكون عباره عن فطور وعن عشاء، كنتعشاو كناكلو الماكله مباشره. كنحطو الصوبه ديالنا، الطويجينه ديالنا، ولا شي حاجه الا درنا شي ملاح ولا درنا شي بوستري. اليوم غادي ندير واحد الطويجينه ديال الحوت في الفران، شهيتها. بما ان الزوج ديالي نباتي ما غاديش ياكل الحوت، غادي نديرو واحد المحنشات بالطوفو والخضر. راني ديجا درتهم في القناه ديالنا، رجعوا ليها الا بغيتوا تشوفوه. وغادي نديرو شي تحليه بسيطه، ما تكونش صعيبه وتكون سهله وما كتديناش الوقت بزاف، باش ما نلبسوش الوقت بزاف في الكوزينه وحنا واقفين وجد 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 وجد. دونك خير ما قل ودل، ويكون مفيد للصحه ديالنا بطبيعه الحال. والصويبه ديالنا ككل يوم، انا الصويبه كنديرها يا اما ديال الحوت يا اما ديال البلغور، ما كنديروش حنا الحريره، كنشربو غير الصويبه. يلا دابا نبداو على بركه الله. الحوته راه مقيتها طريه الصراحه، هذه سميتها دورادا بالعربيه. نقرب لكم باش تشوفوا، هذه ما عرفت واش الشارغو ولا والله ما عرفت سميتو. المهم طريه، نقيتها عاود غسلتها، جبتها البارح نقيقيه، ولكن عاود غسلتها، درت عليها شويه الحامض وحليتها شويه من هنايا. غادي نغسل يدي. دونك غادي نديرها غير بالفليف لا دويورات. دابا نوريكم كي كندير انا الخضر فاش كنجيب هاد الزايد. هادي عندي كونجولي جبتها عاد دابا، وغادي نديرها بالمطيشه وبصيله وواحد القطع ديال الحامض. العطريه اللي غادي نحتاج الربيع كنطحنو مع الثومه وكنديرلو الزيت البلديه، كيبقى لي مده كبيره هنايا في الثلاجه، كنبقى كنستعملو لان في الثلاجه واخا كنديرو في الكاريط وهذا، كنخلي غير القياس اللي نديرو مثلا فريسكو في الحريره ولا في الصويبه. عندي هاد العطريه ديال الحوت، شويه كامون، شونيه، البزار، زويته بلديه، وعندي هاد الملحه. البارح فاش مشيت نتقدى نسيت الملحه الحمراء ديال الهيمالايا، كتكون في الكامبو ميركادونا وليد ما كيبيعوهاش. في ميركادونا كيبيعو غير هذه، غادي نوريها لكم، كيبيعوا هذه، ولكن هذه كتعصبني، كنديرها غير في لي سالاد ولا لان عندها داك مولينيو قاصح. دونك غادي نقضي بهذه، ما فيهاش كاع الصوديوم. الصوديوم فاش كيكون زايد البنات راه مضر بالصحه، خصنا نمشيو غير نتكايسو. كي روتيني لي ليكيد، الغوتيان لي ليكيد في لوكو، وكيبدا يتنفخ بنادم. دونك شريت هذه نقضي بها حتى تنسخر. اول حاجه غادي ندير، غادي نصايب الشرموله هنا، غادي نديرها في هاد البلاطو. هاد البلاطو البنات راه ديال ايكيا، ما عنديش بلاطو صغير، وديال الزاج عندي غارقين، غادي نستعمل هذا ديال ايكيا، كيدار في الفران زوينه البنات. سبق ليا وصابر معايا، تشق ليا شويه من هنا ولكن مازال يقضي حاجته. دونك غادي ندير طريقه تقليديه كانت كديرها الوالده للحوت. غادي ندير هنا الربيع، وغادي ندير الملحة، غادي ندير شوية هاد العطرية ديال الحوت. هذا زوينة، هاد كتعطي واحد المذاق زوين للحوت، فيها كاع العشوب غير شوية. غندير شوية الشاونية، شويه الكامون. الكامون كيتواتى بزاف مع الحوت، وانا كيعجبني ايضا كنحس بالمذاق ديالو. غندير شويه ديال البزار، صافي.
وغادي ندير جويتر هندية غادي نعصر شوية الحامض دائما الحوت تحلوا له الراس ديالو لان بعض المرات راه كيكون فيهم الزبل هنا عزكم الله صافي ديروا شويه ديال الشرموله هنا غادي نحطها هنايا حتى نقطع هنا الخضيره اللي غادي نفرش بصله حمراء وليت كنستعمل بصله حمراء البنات صحيه اكثر صافي وغادي نديرها هنايا في الصوينيه تكون لا باز نيت في ديك العطريه اللي بقات هادي طويجينه د الحوت البنات مكيتشهى الحوت في رمضان الصراحه وكثر الناس ديال الشمال الريافه كيبغيو الحوت بزاف غادي ندير موطيشات هي فيكم ديروا البطاطا حلوه ولا البطاطا العاديه ولكن ما غاديش ناكلها هي انا ما غاديش نقد ناكلها ماشي هي كتجي زوينه مع الحوت ولكن غادي ندير الماكله اللي غادي ناكلو حنايا طماطيش رونديلات انا بعد مرات هاد الحوته كنديرها في الفران مدفونه في الملحه الملحه الغليظه كنديرها في الفران كتجي رائعه عاوتاني بحال كتجي على فابور صافي غادي ندير شويه ديال الفليفلات هنا البارح مشيت للسوق ونظمت كلشي الخضره ديالي غادي نوريها لكم دابا بين قوسين تبارك الله راه اي واحد راه كيعرف يدير يعني عندو الوليدات بطبيعه الحال يكثر الخضيره باش كلشي ياكل حنا غير انا والبنت ديالي هادي يعني ما نكثروش صافي غادي ندير دابا السمكه ديالي هنا هنا ما خصنيش كاع نحادي هنا بالحوت سينو غادي ندير ديزينفيكتي هادي عندي واحد ديال الميكا هي اللي كندير هنا باش ما تبقاش الريحه ديال سواء الدجاج ولا ديال اللحم فوق الخشبه باش يطلق لنا الحامض نديرو واحد هنا في الراس ونديرو واحد هنا في الكريشه هاد المطيشه كامله هي اللي غادي تطلق لنا المريقه ما نديرو لها لا مريقه ولا والو طريه الحوته فاش بنادم راه كيعرف فوقاش الحوت فاش كيكون طري كيكون قاص حشاش براسو هذاك هو الحوت طري وكيكون الراس ديالو ابيض ما كيكونش زرد صافي البنات غادي نزيد لها شويه الزيت الزيت البلديه من فوق والى الفرن
غادي نغطيها بالبابي الكارت ديال الفران، وعاد ندير بابي الومنيوم باش تصهات وتطيب دغيا. انا غادي نديرها فران عادي البنات، كتجي زوينه البنات. بين قوسين بغيت نوريكم كي كندير انا الخضره ديالي من بعد السوق، نهار ديال السوق نهار ديال التمره راكو عارفين. مثلا الفلفله، البويرو، القرعه حمراء، القرعه خضراء، الحوايج اللي باغينهم يصبروا لينا وكنخافوا يضيعوا لنا في الثلاجه ما يلواوش، لان الخضره فاش كتتلوى راه كتفقد لي فيتامين ديالها. بحال القرعه حمراء هانتوما كنقطعها هكا وكنديرها في زيبلوك هانتوما. البويرو كنشري بزاف اللي غادي نستعملو دابا طري غادي نستعملو، والاخر كنقطعوها هو حتى هو في زيبلوك. الفلافل كنشري بزايد، لقيت مثلا اوفر في الكامبو ولا في ليدل ولا في ميركادونا لقيت شي اوفر كنشري بزايد. ها نتوما كنقطع الخضره، الفلفله خضراء والفلفله حمراء كنقطعها مربعات، مثلا الصلصه ديال البيتزا، الصلصه ديال ليكيش، اي صلصه بغيتو كتبنن، زيدون هاد الفلافل كيبننوا الاكل. وكنقطعها على جوج اشكال، كنقطعها هكا شرائح كبيره. ها نتوما راني كنقطع دابا الخضره، غادي نقطع كلشي الخضر وغادي نخبعهم في الزيبلوك. بغينا نديرو لي زيتيكات مثلا لمده طويله، هي قالنا هذا الشيء راه ما غاديش يجلس مده طويله لان غادي نستعملو الصخره ديالنا اللي كنديرو ديال جوج اسابيع حتى لثلاثه. دونك غادي نقطع كلشي المسائل، وفاش كنوضو نطيبو كنلقاوهم جاهزين، ماشي عاد نقي وعاد دير او كنهزو تماره كنهزو روح من الرويضه. ومثلا هاد الفلفله هادي اليوم لقيتها في الكامبوطريه وغزاله، ما كنصادفهاش الصراحه، هادي كتجي زوينه مقليه. دونك غادي ندير هنايا نقطعها ريدونديات، مثلا الا بغينا نديروها فوق البيتزا بغيا كابي، يعني كاع الاشكال اللي غادي تقطعي بها الخضره ديريهم واحد النهار وها ما عندك واجدين. هانتوما مثلا هادي غادي نديرها غير في هاد الزيبلوك صغير، اولا وحدة اخرى صغيرة من البنات انا غادي نجبدها حتى نسالي تقطع. افكار شاركتها معكم المبتدئات، يعني بزاف ديال الناس كيتقداو بزاف والخضره كتبدا كطيع والضيعه ماشي مزيانه. ها نتوما كيجيو على هذا الشكل، هادو كيجيو في الطويجينه مع الحوت مع البطيطه في الفران، كيجيو رائعين يعني هكا في هذا الشكل دوابر. صافي البنات انا غطيتها، غنديرها في الفران، غادي نديرها من الفوق ومن التحت على درجه 180 حتى 200 درجه على حسب كل فران ديال كل واحد، وغادي نخليها من 30 حتى 45 دقيقه. هادشي اللي كيقول الكتاب هادشي اللي كندير انا في الفران. الا كان الفران ديالكم مجهد، لان كل واحد كيعمل الفران ديالو كيعرف القياس ديالو، نحلو عليه ونشوفو لقينا فيه مازال الماء، غادي نحيدو البابي الالومنيوم والبابي الفيل ونخليوها تحمر في الفران. وها انتم البنات هنا كنوجد دابا الخضيره اللي غادي ندير في المحيشات ديال الطوفو. هنا دوبت الزبده دائما كنحيد لها كاع داك الحليب باش ندهن الوريقات يجيو زوينين يجيو كروستيه. صافي وهنايا كنقطع الطوفو، ها هو هاد الطوفو كنقطعو طريقات صغيور باش يمشي كلشي مع الخضيره ديالنا. صافي ندير داك الطوفو، وندير شويه صلصه سوجا.
واحد الجهد ديال جوج معالق كيعطيها واحد الصابور زوين. ما كنتش باغا نعاود معاكم ولكن ها نتوما كتشوف يعني المراحل بالتفصيل ما عادش نديرها معاكم. ندوزو للتحليه اللي غادي نوجدو اليوم. انا فاش درت معكم ديك التحليه داك النهار بماصه بلا باطا فيلو، ماشي باطا فيلو، ماصه كبراره، هو ماصه كبراره، شافت ليا لا كريم. هاد لا كريم اللي ما شافش داك الفيديو الا بغيتو ترجعوا له تشوفوه، صايبتها بالفرماج والناطه طلعتها مع الفريز كونجيلي وستيفيا وشويه ديال الفانيليا. دونك غادي نستغل هاد لا كريم انا درتها هنا باش نديرها في هذا، وغادي نديروها في هاد الكويسات هنايا. وباش غادي نديروها غادي نديروها بالكاطو ماريا، لان الكاطو ماريا انا هاد الكاطو ماريا عندي بدون سكر، وطحنت هاد الشوكولا حتى هو بالستيفيا. ها هو كنطحن هاد، راه دائما كنوريه لكم في الكومبرا ديالي. دونك طحنته هنايا كيجي شويه مر، والقهوه طيبتها انا خليتها هنا تبرد، غادي نفزقوا فيها هاد القهوه ونديروهم هنايا على هاد الشكل. غادي نديرها مباشره انا غادي نفزق جوج ماريات ونديرهم هنا في الاسفل. ما عنديش ونعاود نفزك الفوق. غادي نديرو لا شوكولا شكل ديال التيراميسو. غادي ندير الشوكولا بي الاخر ما درتش فيه، كندير جوج باش فاش نكونو كنهزو بالمعلقة غادي ترطب لنا ديك الغاية دا ماريا. صافي البنات غادي نديرو في الثلاجه يبردو، ديك الساعه نقدموهم ما كيجيوش حلوين بزاف لان السكر بستيفيا، النطا حتى هي بستيفيا، والغيطه بدون سكر، يعني تحليه في مكانها.
وهذا حبيباتي الفيديو جا على النهاية ديالو. المائدة ديالنا كالعادة بسيطة متواضعة، عشاء وفطور في نفس الوقت. ما تنساوش إذا عجبكم الفيديو تشيروا له لايك، وكنشكر المنخرطين معنا القدامي من الجداد، مرحبا وألف مرحبا في القناة ديالنا، ونخليكم على خير. رمضان مبارك سعيد، ومع السلامة.